لو جات لك اخبارين من اللوفر ان في اثار مصريه اتسرقت مش عايزك تتخضي عشان احنا اللي خدناها. بخ نار من بقك عليه، اسخاته سحليه. هو انا هعمل الحاجات دي ازاي؟ هو انا ساحر؟ شكلك كده شغال عامل في اسانسير. انت لابس كده ليه؟ مش عايز فكره ان انا اجمل منك ده ياثر على قرارك. حد قال لك ان عينك حلوه؟ جوي هو الاسمراني اسمه ايه؟ اسمي تغاميسه. مش ده اسمه مرهم؟ ده اسمي عشان اصلا نصي مصري ونص شوكولاته. تعرف تخليني امور؟ كان القرد ينفع نفسه. كنت في متحف اللوفر عايز تسرق ايه يا فرنساوي؟ تحت الموناليزا. مش الموناليزا دي لو وقفت انا يمين تبص لي يمين ولو وقفت انا شمال تبص لي شمال. بالظبط. ايه بتبص لي ليه؟ دي عمليه كبيره ومحتاجه مجرمين كبار واحنا مش مجرمين. المجرمين دول لما بدأوا كانوا زيكم كده بالظبط. كمل كمل قول لي اذان صغير. اوبا ده احنا بقينا في اوروبا. انت عارف البنات اللي بتقف في جامعه الدول كلهم صحاب؟ يخرب بيتك براك مين يا عم؟ والله العظيم براك. انت انا متنكر. كله في الحمله كله في الكلاش. ده فوري. يلا يا رجاله خوفني ولا ايه؟ اه خوفك. المصريين بتتخانق يا اولاد. دول جن دول ولا ايه؟ مين سعد اللي مجرب اللي انت جايباه معاك ده حنين؟ ايه زنقه الميكروباصات دي؟